السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هناكل على ذوق العيال. لفا بنتي ساكله ايه الصبح يا لفا؟ ملوخيه ورز يا ماما. حاضر. بسال العجله الكبيره ياسمين، تاكلي ايه يا ياسمين؟ قالت لي عايزه فته لحمه محمره بنفس الطريقه. قلت يا ضني شوربه بقى جنب الفته. قلت له والله. حسن طبعا سالني امبارح وعارفه هياكل ايه، قلت له هتاكل فته، قال لي ماشي حلو، حسن بيحبها اصلا. وبالمره بقى نعمل شويه رز بلبن عشان خاطر موزه ابن محمد، ونعمل جيلي عشان الله. هنعمل حبه حاجات كده. قول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هنعمل ايه. رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم. طيب لحمه، هشيل بس حته القروشه دي عشان تبقى ايه ناشفه. اقطع اللحمه بقى، انا مطلعاها من امبارح من الفريزر بس لسه برده مجمده. بالصلاه على النبي، عمود بسوك يا جماعه، لما تطلعوا لحمه تفك حطوها في التلاجة من تحت، متحطهاش بره. بصوا بالصلاه على النبي، اللحمه لو هتحمروها قطعوها حتت كبيره عشان اللحمه المحمره لو قطعوها حتت صغيره بتنشف. هتبقى برده بحته كبيره كده ماليه العين. لهوي عشان لسه متلجة، بس هي ساقعة مش متلجة. قطعها بقى كلها ويلا ايه يا عم السوبرجيت على البوتاجاز. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حلة فيها نقطة زيت صغننة وفيها بصلاية وقرن وفلفل. خليت يكون في جزر بس انا مش قادر بهارات. نحط اللحمة، اللحمة بقى اللي مش مستوردة ده بس تبقى طعم متلجة. نشوحهم بقى تشويحة حلوة. قبل ما نحط المية واحد حلو قوي كده، تمام. ادي الميه عشان كانت الباز. اول ما تغلي بقى نغطيها ونسيبها. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بقى هنا كده دولك كفايه كوبايتين وشويه للرز المعمر. حلو، وانا هعمل رز بلبن. هعمل رز بلبن اللي هو من غير ميه. كوبايه زي دي اهي، لو ما عندكوش كوبايه تحطوا 9 مرات. اغسل دول وانقعهم واغسل دول ويلا عشان نعمل الرز بلبن. نعمل بقى الرز بلبن. لبن اهو من عند اللبان سايب. بسم الله. افضيه. انا خدت كوبايه رز زي ما قلت لكم. حلو. ادي 1.5 كيلو رز عشان هعمله من غير ميه خالص. هسلقه منه في الرز واحطه يغلي. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللبن غلي. الوصفه ده كان عملتها من سنتين تقريبا عندي على القناه، تلاقوها. ادي الرز اهو على طول. بسم الله حطيت الرز واسيبه بقى يغلي شويه اهو. عايزه بقى الرز يغلي شويه كده. حلوين. ايوه كده. ده كان اخر رز بلبن عملته في شقه الزاويه الحمراء، كان بالطريقه دي. رجعتوني لايام الزمن الجميل. سيبه بقى يغلي شويه. ده بنسيبه منقوع في الرز بس ياخد غلوتين الاول. شايفين؟ كده ياخد غلوتين ثلاثه وبعد كده نغطيه ونسيبه شويه.
على بقى ما نغطيه ونسيبه شويه هنعمل ايه. ونكون عملنا الصلصه بتاعت الفته، ونكون عملنا الرز الابيض للفته، ونكون عملنا الرز المعمر. هي صدفه رز معمر ورز ابيض؟ اه رز معمر بناكله جنب. انا هعمل للفته كوبايه رز واحده بس، مش هكتر عن كده، ان هي كوبايه واحده. والرز المعمر عملت كوبايتين بس. نعمل بقى الرز. انا كل ده سايبه الرز باللبن يغلي غلوتين كده الاول، معلقه ملح كده حلوه. رشه فلفل اسود صغيره تفرق جدا مع القشطه والزبده. ادي واحده ما عنديش قشطه بلدي، عندي دي هحطها. بسم الله. هفضيها كلها. ممكن طبعا تحطوا قشطه بلدي اللي هي بوش اللبن، اي قشطه عندكم، او قشطه معلبه او كريمه، اي حاجه. انا دي اللي متوفره عندي، كل مره بحط قشطه بلدي، لكن انا ما عنديش للاسف. هحط دي. وحط حته زبده صفراء. بس كده. وقلب بقى ده كله في بعضه. تقريبا حلو كده. ايوه كده. الصلاة على النبي. احط اللبن بقى. بسم الله. لبن من اللبان كده. الرز المعمر جاهز معانا، يدخل الفرن. بس كده. نركنه بقى على جنب وشوية كده ندخله الفرن. السمنة هتسيح جوه والقشطة وكله تمام. حلو قوي كده. نبص بص على الرز باللبن بقى. بسم الله. بصوا بدا يغلي كده من النص اهو. بصوا نقلبه عشان مش عايزينه يكلكع مننا. سلام يا سلام. غلوه كمان. واروح بعد كده طفي عليه وسايباه بقى نص ساعه او ساعه او ساعتين. ساعات بسيبه ساعتين، هسيبه ساعه المره دي هكون خلصت اهو. يغلي بس غلوه كده اهو. بدا يغلي كمان من النص اهو. حلو قوي كده. طريقه لطيفه وسهله للناس المبتدئه اللي ما بتعرفش تظبط الكميات. عرفتكم دي كوبايه رز بحالها. تمام. الله 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 الله. ايوه كده. سلام يا سلام يا سلام. يغلي من النص اهو. اطفي عليه بقى واسيبه ساعة. طفيت على اللحمه والرز طبعا طفيت عليه، رز اللبن. هعمل بقى شويه جيلي بالموز عشان ايه انا بحبه. بسم الله. ها كمان لفه لفه بتحبه، والعيال كلها تاكله. وموزه هنا كمان. مالك هتيجي كبشه؟ مالك ورايا هتقطع تخرط الملوخيه اهي. هاتي مالك كبشه. دول 3 كوبايات ميه. حطيت لهم 3 اكياس كبشه. حطيت لهم 3 اكياس جيلي. وهحط لهم 3 كوبايات ميه تانية، بس ايه لما دول يغلوا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. بعد اول غلي ونحط ضايفين 3 كوبايات ميه تاني.
انا هحط النهارده الجيلي والرز باللبن في علب، مش هحط في اطباق، عندي علب بلاستيك اللي هي كنا جايبينها للوجبات اخر مره، فانا بجيب حب دايما اجيب 50 واحده زياده او 100، فانا عندي تقريبا 100 علبه زياده هاخد منهم. يغلي بس اول غلوه، كمان جبنا موز. بسم الله. يغلي بس كده. ايه الصلاة على النبي، الفتافيت اللي كلها تغلي الاول. ادي الميه غليت اهو بالجيلي، نروح حاطين 3 كوبايات ميه كمان كده اهو. حاضر يا روح قلبي، بس كده. يلا بقى ايه، احنا كده كده بارد طبعا من الميه اللي حطيتها، نحطه في العلب على طول. تمام كده. بسم الله. بسم الله. حط الجيل الاول عشان خاطر اشوف احط اقطع موز قد ايه عشان ما اقطعش بزياده. انا نفسي كده حقيقيه يا لادة. اهو اقطع كده. احنا خلصنا اول حاجه، الجيلي خلص خلاص واللحمه اتسلقت حطينا عليها. بقى دلوقتي هتخلط الملوخيه واحط الرز المعمر اهو في الفرن. عيشته معاكم طبعا اهو، احطه في الفرن على طول دلوقتي. لحظه الثلاجه. لا الرز ده حطه في الفرن، يبقى ناقص كده الصلصه والرز ده والملوخية عمرها سهل. حطيه في الثلاجة. ايوه ده هنحطه في الثلاجة. ودي وحطيه في الفرن. شاطر يا قلبي. هات. قشري غير، يلا قشري تاني. تاني يلا. كده خلصنا الموز. نحط بقى الرز في الفرن. ويلا نعمل ايه؟ الرز لما بتلعب. هات يلا الشرايح غيره كمان. نلم بقى ونعمل الرز على طول. نعمل الرز نقول بسم الله. شوية زيت صغيرين قوي وحتة زبدة صفرا، عشان الزبدة طبعا لو حطيتها من غير زبدة هتتحرق. عندي اندومي. شفت عايز رز وملوخيه؟ لا ده الرز. بسم الله. نقلب بقى الرز كويس. حاضر. مع شويه ملح بس مش هكتر، لان هسقي الرز شوربه من بتاعه اللحمه اللي انا عملتها دي. هسويه شوربه وميه الاثنين مع بعض. بس نشوحه الاول في ايه؟ في السمنه والزبده. في الزبدة والزيت، ممكن سمنة ممكن زيت بس براحتكم. بسم الله. طبعا الشوربة لسه ما حطيتش عليها الملح بتاعها، فانا هظبط الملح بتاع الايه الرز هنا. اهو شوحنا الرز كده حلو قوي. نجيب بقى حبة مية وحبة شوربة دلوقتي على طول. بسم الله. شوربه ريحتها تحفه تحفه يا ولاد. اللحمه اتحرقت بقت جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي. هحط اللحمه طبعا دلوقتي عشان ما تتهريش اكتر. بس كده الرز خلص، نسيبه بقى يستوي براحته. يلا نعمل الصلصة ورا منه عطول نفور الملوخية. صفيت اللحمة اهي، بصوا دايبة دايبة. نعمل الصلصة حتة زبدة وشوية زيت. حتة ثوم.
حطيت معاه قرن فلفل احمر. اسفه دلوقتي اسفه. حاضر. للاسف الكاميرا كانت مقفوله وانا بحط الخل، حطيت خل وشويه ملح وفلفل عشان اخد حبه عشان خاطر وجه بحري عموما بياكلوها كده بالثوم والخل كده من غير صلصه، فانا باخد حبه كده اخليهم على جنب عشان خاطر لو حد حب ان هو، انا بحب ازودها فوق الصلصه عموما. حسن جوزي برده بيحبها كده. الشوكه الميه عليه حطيت لها ملح وفلفل وشويه خل، يغلوا بقى واروح حاطه الصلصه على طول. ادي الصلصه اهي، بس هي بقى تتسبك براحتها. ولا نعمل الرز بلبن بقى كده ساعة. بسم الله. بصوا بقى الله، نسيبه بقى كده نقعد نقلب فيه بقى. الرز طبعا نفش اهو، شيله باللبن نقعد بقى نقلب. بصوا المية قليلة قوي فيه عشان خاطر لما يغلي يتبخر الباقي وما نحطش نشا. لو انتوا شايفين ان هو محتاج نشا ممكن تزودوا، انا هشوف لو محتاج هزود. نعم يا روحي. الجيل خلص لسه يروح قلبي. نقعد بقى نقلب في الرز كده ايدينا فيه على طول، ممكن 10-15 دقيقة يكون استوى معانا وزي الفل. هو خلاص دخل في السوا اهو، بصوا حلو قوي، بصوا حلو ازاي وقوامه جميل ازاي. ياخد بقى غلوتين 3-4 كده، وعندي علبة كريمة هحطها او ممكن قشطة زي ما نحب، انا بحب طعم الكريمة فيه. ناقص كده السكر، هياخدوا كوباية ونص سكر وشوية فانيليا وشوية كريمة. بصوا بقى الرز بقى بيبقبق ازاي، بصوا ونفش وشرب كل اللبن وطعمه بقى كريمي جدا جدا جدا. اعتقد الوقت ده مش محتاج نشا، هو كده قوي هيربط مع نفسه زي الفل. لما نحط بقى السكر كمان دلوقتي، السكر والفانيليا. نقول بسم الله. ادي السكر اهو، هقلبها واشوف لو احتجت ممكن احط نص كوبايه او ممكن ما احتاجش. الله 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 على الجمال وعلى الريحه. احط حبه فانيليا سايله بقى بتخلي ريحته جميله، او ممكن ميه ورد. ندوق كده. بسم الله. مش محتاج سكر تاني خلاص كده، حلو قوي كده. كده لوز كده. ايه لوز؟ نحط حبه فانيليا بقى، شويه فانيليا بيخلي بقى ريحه الرز بلبن السايله دي بالاخص عبقري. نحط القشطه بالمره عشان هي مجمده عشان لسه هتفك فيه. بسم الله اهي. ممكن قشطه بلدي وممكن لا. ادي اهو الكريمه تسيح بقى كده. خلاص خلصنا، ولا حطينا نشا ولا حطينا ميه، هيبقى طعمه كريمي 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 ورائع رائع رائع. خلاط الملوخيه كمان شويه يا ملك. طبعا هسيبه يبرد شويه قبل ما معبيه عشان خاطر العلب دي بلاستيك، لكن لو طبق صيني كنت غرفت على طول. حرام عليكي ريحه الاكل دلوقتي، جايه تشوفي الاكل يا بنيه. حرام عليكي جعان، انا حاسه ان في ملوخيه، والملوخيه بصي لسه ما اتعملتش، بس انا حاسه ان في ريحه ملوخيه وفي فته. الله، فته فته. في رز معمر. الله. وفي جيلي. حلو جدا. ضوئي كده ياخد، ياخد بقى غلوه وخلاص كده. شفت حلو ازاي؟ الله الله، مسكر حلو قوي. اعمل لكم كشك كفايه خلاص كده يعني. خليها على مرتين اعملي اكل تاني. ايدك المعلقه ما تحطهاش في الطبق تاني، خدي من ال... خلاص بس كده. ايه ياخد غلوه ايه ويهدى ونغرف على طول. بعتنا نجيب بتنجان بقى، نعمل بتنجان مخلل بالمره كده. الرز بلبن تمام، بص حلو قوي كده اهو. بس ندفع عليه بقى يهدى شويه ونبدا نغرف على طول. على ما يهدى شويه نعمل ايه؟
نفور الملوخية. يلا نحمر اللحمة، حطيت حتة زبدة وشوية زيت، انا هحمرها لسبب عشان هي دهنتها قليلة. بسم الله احمر حبة حسن ما بياكلش لحمة مسلوقة اصلا. وانا بحب اللحمة المسلوقة، يعني في جزء بيحب اللحمة المسلوقة هخلي حبة في شوربة كده، وهحمر حبة للي بيحبوا اللحمة محمرة. يبقى عملنا ده وده، رضينا جميع الاطراف، وانا مني راضيني بس يا جدعان. هنحمر دول، نحمر طاسة كمان نقلها عن العين التانية، ويلا نفور الملوخية هنا. بسم الله ايوه كده بتاع سوق ده. قابل 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 قابل، اشيلها ازاي بس قولوا لي بس يا جدعان اشيلها ازاي. ادي الحلة اللي انا هعمل فيها الملوخية، عايزاها تغلي. نقول بسم الله في الشوربة حتة توم نية كده الأول اهي، بسم الله صلى على رسول الله يا جماعة كده، لا إله إلا الله. بسم الله نوطي بقى عشان ما تقعدش تغلي الملوخية تسقط معانا. صلى على النبي كده اهو. ايوه كده بصوا الملوخية وجمالها حلو قوي. هرفع عليها بقى واسيبها، وساعة العرف هعمل الطشة بتاعتها. يلا نغرف الرز بلبن. بسم الله بصوا بقى، هو ده الكريم اللي انا عايزاه، ده هو ده شايفين. في دخان بسيط قوي. بسم الله بسم الله كل المغرف اقلب عشان خاطر ايه يبقى كله زي بعض، مش واحده تقيله واحده خفيفه. اغرف بقى كله عشان ما اطولش عليكم. حبيت الرز بلبن خلاص كله اهو. نيجي بقى هنا كده باذنجان بقى، قلت ايه اعمله مخلل بما ان الثوم اللي كنت يدقاه فات كتير، قلت اعمله بالمره. شوف بقى جايين امتى، ان ياسمين نزلت تشوف شقتها، وحسن تحت عنده شغل عشان ايه يجهز الايه الفته. الملوخيه بدات تغلي، اشيلها بسم الله ارجعها لورا كده واحط التشه هنا. نقدر بس نكتب وادي معلقه ثوم اهي، دول البتنجان هقطع فيهم طماطميه واحشي بيهم البتنجان، واحط شويه كزبره. بسم الله واللي بيغل دوت في النص ده لحمه مسلوقه، خدت حبه لحمه المسلوقين الشوربه كده عشان يبقى ايه. ايوه كده ايوه كده. يعمل ايه بقى، اقطع الطماطميه دي هنا كده، واحط بقى الملح وشويه خل وليمون، واحشي البتنجان. اللحمه المحمره اهي خلصت اهي، نحطها على السوق. الله 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 الله، نحط كده نجر كده، نحط دي كده وناخد كده. الله كده خلصنا. نعمل بقى طبق الفته هنا، قطعت طماطميه على الثوم الباقي والفلفل، واحط ملح وليمون وشويه خل، وحشي البتنجان.
طبعا مش محتاجه عليا، مش محتاجه اوريكم يعني. على ما الملوخيه تغلي بس هوطي عليها على الاخر. الله عليك يا عم بخ، الله عليك. العيش هو بس مش ناشف قوي، فعشان كده خدت الوش بس. بس حلو، اعمل عبيطه واحطه وخلاص، كفايه كده مش هحطه تاني. بسم الله وصلى على رسول الله كده، والصلاة على النبي. ايوه نقلبهم في بعض عشان يبقى العيش من تحت في رز وفي صلصه، عشان ما تجوش حد ياكل من على الوش، ياكل الصلصه اللي على الوش بس ويسيب لكم العيش والرز تحت. لا بس كده، واخد طبق شوربه عشان خاطر لو حد حابب يزود، ان انا بحب اكل الفته فيها شوربه كتير، غيري لا، حسن بيحبها ناشفه. بسم الله، كده خلصت والحمد لله بفضل ربنا، كله تمام، كله في الكاليتش يا رجاله. الفته خلصت والملوخيه والرز المعمر استوى في الفرن، وحشيت البتنجان وعملت جيلي ورز بلبن، كله تمام. شوية صلصة ويلا نرص السفرة. بس كده، بالصلاة على النبي. هذه الشوربة باللحمة المسلوقة اهي، بالصلاة على النبي، كفاية كده. حلو، اهي تمام. خدي حسب بناتك يا ولاد، سخنه كمان، حلوه قوي. ملوخيه لا مش حبايه، دي حسن، مش حبايه روعه، دي ساكته، دي حسن. ده اللي طلع ده رز اهو، شوربه ايه؟ الله معمر، الله خلصت كده؟ خد الفتة، خد بقى عيش يا حسن، خد دول كله، الطعم ده حلو، عشان حط الوش للفتة، عشان بقى اجيب لكم اطباق ومعالق وخلاص. خلصنا النهارده ساعتين زمن، كنت مخلصه والله. قول لهم بقى السفرة يا محمد بتاعتنا، السفرة ايه بتاعتنا؟ شوربة ولحمة ورز معمر وملوخية وبتنجان وفته واحمد باشا ولافا